يا زاد، وانت اللي ختمت اليوم علم سلاحي وشو؟ احلى سلاحي. وحط الميكروفون اسمع، رجع لي كلمات الاغاني، شو بتقول يا جاد؟ علم سلاحي احلى سلاحي واحلى سلاح، علمه احلى سلاح. تحية لجاد. جاد قد ايه عمرك انت؟ ستة. من وين انت؟ من وين جاي؟ من ساحة النور. من طرابلس؟ من ساحة النور. تحية لطرابلس ولأهل طرابلس وأهل الشمال. أي رسالة اليوم جاي توصلها لكل أطفال لبنان جاد؟ شو جاي تقول للأولاد اليوم؟ جاي أقول يا أولاد إنه اليوم ما يحملوا برودة لأنها بتأذي، وتاني شي هالبرودة بتأذي وتطلع رصاصة وبتموت وبتنزل دم.